أكيد كثار منكم شافوا بوسترز فيلم حملة فرعون، واحد لروبي والثاني من نفس المود كان لعمرو سعد، والاثنين انكتب تحتهم هاشتاج بتعرف تعد لحد كام. وعلى فكرة هالبوسترز مبدئية للفيلم اللي بدأوا تصويره في لبنان من حوالي أسبوع، وتقريبا 50% من المشاهد رح تتصور هناك وال50 الباقيين رح يتصوروا في مصر. وترندينج حصريا على هالصورتين لعمرو سعد في مشاهد تصورت في جبال لبنان. الفيلم قصته فيها الكثير من المغامرة والتشويق، ومستوحى من فيلم سيفن ساموراي اللي سبق وقدمها عادل إمام في فيلم شمس الزناتي مع عدد كبير من نجوم مصر. يعني شكلنا رح نشوف مشاهد قريبة من اللي شفناه بهذا الفيلم، وبيشارك عمرو سعد وروبي نجوم ثانيين منهم محمد لطفي، وأيضا بيشارك في بطولة الفيلم محمود عبد المغني وحمدي المرغني.